بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. راح نبدأ إن شاء الله بكورس لغة الجافا. راح نتكلم فيه عن Programming Basic، الأوامر الأساسية والقواعد الأساسية اللي لازم أي مبرمج يكون عارفها. لو عرفنا البرمجة، البرمجة هي طريقة لحل مشكلة معينة. أنت كمبرمج تجيك مثلا مشكلة ومحتاجين منك حل للمشكلة. انت المطلوب منك تعمل تحليل للمشكلة، توضع خطوات لحل المشكلة. اخر خطوة في خطوات حل المشكلة هي عبارة عن كتابة الكود، الكودينج. هي طبعا كتاب بالنسبة لكتابة الكود هي طريقة حتى يفهم منك الكمبيوتر الخطوات اللي راح يتبعها حتى يوصل لحل ونتيجة المشكلة. الكمبيوتر طبعا ما راح يفهم اللغة اللي انت راح تتكلمها، فلازم توصل الكمبيوتر اللي بدك اياه باللغة اللي هو بفهمها. طبعا هو شو بفهم لغات؟ هو بفهم لغات البرمجة مثل الجافا، سي بلس بلس، البايثون. طبعا الموضوع سهل جدا وغير معقد. ملخص كلامي انه البرمجة عبارة عن خطوات حتى تفهم الكمبيوتر باستخدام الاوامر اللي هو بفهمها مثل لغات البرمجة، واللي راح نبدأ فيها ان شاء الله وهي لغة الجافا. ويعطيكم ألف عافية.